أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله عليك أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت كبا. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا. أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا. أحد عشر كوكبا والشمس والقمر. أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيداً.
صلاة النبي أحسن. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. ويتم وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من
بعده قوما صالحين. زين الله لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. صلاة النبي صلاة النبي عظيم الله. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم. يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. أكله الذئب وأنا
إنك له الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. عظم لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء على قميصه بدم من
بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل وجاء وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل وجاء صبر جميل والله المستعان على ما تصفون والله المستعان على ما تصفون